عن مؤتمرات السبريه. كل سنتين السبريه العالمي بيعقد مؤتمر كبير جدا في الاسبوع الاخراني من اغسطس. هذا المؤتمر في السبريه العالمي فيه 95 دولة مشتركة. مصر يشرفنا ويسعدنا ان احنا نكون من 95 دولة. احنا مشتركين كاعضاء لنا حق التصويت، يعني احنا نقدر بنصوت في المؤتمر بتاع باريس في اغسطس ونختار الرئيس بتاع السبريه العالمي، بنختار امين الصندوق، بنختار سكرتير السبريه العالمي، وبرضه من الشخصيات اللي هتشرفنا في مؤتمرنا اللي هو سكرتير السبريه العالمي المهندس فهيم ادم، هيكون موجود معانا ان شاء الله في المؤتمر. برجع تاني وكل مصر مشتركه في السبريه العالمي ب 20 عضو فردي، بثمان شركات على مستوى مصر، شركات كهربائيه، بأربع جامعات من مصر. الاشتراك ده معناه ايه؟ معناه ليا الحق ان انا احضر مؤتمر باريس باشتراك مخفض نسبيا، هو مخفض نسبيا ولو الاشتراك فوق ال 1000 يورو، لكن هي دي الاسعار العالميه. الحاجه الثانيه الحقيقه في ببليكيشنز، في ابحاث علميه، السجلين العالمي بيعمل كتب بيسميها بروشورز لكن هي كتب مراجع علميه قيمه جدا نقدر كلها ننزلها فيه. اي عضو له رقم عضويه يقدر ينزلها فري، نستفيد من هذه الابحاث كلنا. حتى بقول لزمايلي اللي في الجامعات في اي مكان اخر ومالوش عضويه لو حب يستفيد، انا مسعيد ان انا بنزل له البروشورز دي وابعتها له يستفيد بيها طالما ان احنا مشتركين في السبريه العالمي.